بما اننا بنتكلم على السن الصغير، انت بقيتي ملكة جمال مصر وانت عندك 19 سنة بس. مين اللي شجع أمينة شلبية عشان تقدم في مسابقة ملكة الجمال اصلا؟ انا ليه؟ مش عشان اطلع مس ايجيبت خالص خالص خالص. انا اكتر امنية كانت في دماغي وانا صغيرة، من وانا 12 و13 سنة، واللي دخلني القصص دي كلها، ان انا كان نفسي ابقى عارضة ازياء. حلمي بشكل غير طبيعي وقتها، ده كان في التسعينات، وقت ما السوبر مودلز بقى نعومي كامبل وسيندي كروفر ويوي طالعين، كنت بروح بقى اشتري كل المجلات الال والفوج بقى. وقتها ما كانش بقى فيه سوشيال ميديا بقى والقصص دي، واقعد اتفرج واقعد اعمل. وقتها كان في جاب في مصر جامد بعد عصر رجاء الجداوي، ان ما كانش فيه ديفيليهات، ما كانش في حاجه. مره واحده في الناينتيز كده، في التسعينات، اتبومد مره واحده كده. وقتها انا كنت سافرت انجلترا علشان بعد مسابقه مس يونيفرس، وبعد ما خلصت الجامعه اكتشفت ان انا مش بس عايزه ابقى عارضة ازياء، لا ده انا عايزه ابقى خبيره تجميل كمان. فسافرت انجلترا، قعدت سنه ونص هناك، ومن الكورسز اللي انا اخدتها اني اكون عارضة ازياء، اوكي، الى جانب بقى الستايل. اخدت، انا رايحه بس عشان ابقى خبيره تجميل، اخدت الكورس ده وكورس ميك اب وكورس فضلت قاعده بقى. لما رجعت الموديلنج ابتدى يبوم كده في التسعينات، فدخلت على طول طبعا. وانا كمان الى جانب ان انا عندي المقاومات بتاعه عارضات الازياء كمان اتعلمت، فدخلت وسلكت على طول يعني. بس فانا اللي دخلت مس ايجيبت، بس ما دخلتش مس ايجيبت عشان اكسب مس ايجيبت، انا تهت الموضوع. دخلت علشان كان السكند رانر اب كانت هتروح مس موديل انترناشونال، هي مسابقه لعارضات الازياء، وانا كان ده هدفي. بس الدنيا بقى خدتني لسكه تانيه.